يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة مشاهدينا في كل مكان في العالم، أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. النهاردة يوم مش أي يوم، تاريخ طبعا أصبح محفور في أذهان ووجدان المصريين وأصبح في تاريخ مصر المعاصر. بدايته كانت الاحتفال بعيد الشرطة اللي طبعا نتوجه لكل أفرادها وكل القائمين عليها بكل التحية والتقدير، ولكنها في نهاية الأمور أصبحت عيد للشرطة وللشعب المصري. فبالتالي كل سنة وكل حضراتكم طيبين، كل سنة وانت طيبة وصباح الفل. كل سنة وانت طيب يا كريم، ومصر كلها بخير ودايما في تقدم ودايما في ازدهار يا رب. النهاردة 25 يناير وحلقة جديدة وتاني يوم وتاني حلقة في الأسبوع 10 الصبح في الأهلي، معنا ملفات كتيرة وأخبار كتيرة جدا. ويمكن احنا حابين نبدأ طبعا يعني بطولة اليد والماتش امبارح اللي كلنا اكيد تابعناه، رغم ان كان في ماتشات تانية ليفربول وغيره يعني لكرة القدم، لكن اعتقد ان يعني الاهتمام الاكبر للعالم كله كان على مونديال اليد. وفكرة كمان ان احنا واجهنا امبارح، انا اعتقد الماتش كان قوي. وبنتكلم عن سلوفينيا، هي سلوفينيا مش من الفرق الضعيفة ابدا. طبعا احنا عندنا الدنمارك في يوم الاربعاء الماتش القادم، ولكن برضو احنا سلوفينيا بنتكلم عن بسيطة، عندهم حارس مرمى قوي برضو جدا. أداء كان يمكن في الشوط الأول يا كريم مش اللي احنا كنا بنرجوه، ولكن الشوط الثاني قدرنا ان احنا الكامباك بتاعنا يبقى بشكل سريع كمان. وبعدين ما تفهمش بقى يعني آخر 10 ثواني ايه اللي حصل. كل حال احنا معانا في فقرة النهاردة هنتكلم طبعا بكل التفاصيل حول ما حدث في هذه المباراة وما هو القادم كمان، لان احنا زي ما عارفين الدنمارك هي يعني أول أو هي بطل العالم 2019، فأكيد أكيد هتكون مباراة في غاية الأهمية. وناس كتير قوي ابتداء من امبارح بالليل طبعا حتى اللحظة اللي احنا فيها يعني حاطين ايديهم على قلبهم فيما يتعلق بمسألة مواجهة المنتخب المصري مع الدنمارك. الدنمارك بطل العالم، مش هنختلف، فريق قوي مفيش ذرة شك في ده. لكن ما تيجي كده نبص بص على فريقنا، ما تيجي كده نتابع كل الماتشات اللي اتلعبت حتى اللحظة من قبل منتخب مصر لكرة اليد، وهنلاقي ان احنا لا ده في ثقة يعني كبيرة جدا في اللعيبة دول يعني الحقيقة في كلام كتير قوي هم يستحقوه. ولكن ما تيجي نأجل التفاصيل دي لما ندخل احنا معانا فقرة فعلا متفق معاك فيها. بس انت قلت نقطة مهمة وهي فكرة هنا، يعني البعض كان على السوشيال ميديا بيرى ان فرصة مصر امام الدنمارك هتكون صعبة جدا، وانا اعتقد مع ناس كتيرة جدا بتختلف في وجهة النظر دي، لان ما فيش حاجة اسمها كده. احنا ما ينفعش ان احنا ندخل الماتش يعني مصدرين الروح الانهزامية لفريقنا، ما ينفعش. احنا لازم يبقى عندنا ثقة في اللاعبين بتوعنا ولازم نشجعهم، واعتقد هي دي الروح اللي احنا شفنا كل لاعب مصري في المنتخب بيلعب بيها. يعني عندهم امل، عندهم عزيمة، عندهم اصرار، عندنا قوة في الملعب. انت شفت يعني كابتن منتخب احمد الاحمر امبارح التيشيرت بتاعه اتقطعت 3 مرات يا جماعه، في 6 تيشيرتات اتغيرت في المباراه. يعني اللعيبه بتوعنا ما بيبخلوش على الماتش باي حاجه. دايما انا بقول لازم ندعم فريقنا، لازم او منتخبنا، يعني لازم يكون في كده ثقه فيه علشان ان شاء الله نقدر ان احنا نفوز. مفيش حاجه مستحيله، احنا بنتكلم برضو ان انت بتتكلم عن منتخب مصر ما هوش زي ما كريم قال وزي ما كلنا عارفين ضعيف ابدا يعني. فكل التوفيق باذن الله. اداء كان اكتر من رائع واكتر من مشرف في مباراه الامس. الحقيقه شفنا كلنا واستمتعنا بلعب ممتع ويعني تفاصيل كتيره جدا يعني ابدعوا من خلالها رجاله منتخب مصر لكره اليد وهم بيلعبوا امام سلوفينيا. والتعادل 25-25 الحقيقه اللعيبه قاموا بواجبهم على اكمل وجه. وبرغم ان انا زي اكيد كل حضراتكم وكل الناس يعني بنتمنى تكون طبعا الفوز، لكن فريق سلوفينيا زي ما اتقال كده فريق يعني كان بيأدي الحقيقه بشكل قوي جدا. طبعا كان في تحفظات كتير على الاجساد القويه، اللهم صل على كابل النور، والاداء العنيف حبتين 3-4. طبعا زي ما كنت نهاوند كانت بتقول من شويه فكره ان اللاعب احمد الاحمر اللي اتصاب والتيشيرت بتاعته اتقطعت اكتر من مره خلال المباراه، يمكن دي كانت طريقتهم الوحيده او يعني التكنيك الوحيد اللي ما كانش متاح قصادهم غيره لمحاوله ايقاف لاعب منتخب مصر احمد الاحمر. لكن في كل الاحوال طبعا التعادل بالنسبه لنا، حتى واحنا قبل ما ندخل المباراه كلنا عارفين التفصيله دي، ان التعادل بالنسبه لنا اول فوز في الحالتين بيؤهلوا مصر الى دور الثمانيه، وقد كان يعني بالتالي هتلعب مصر مع الثمانيه الكبار في كأس. ألف مبروك لمنتخب مصر على الأداء المشرف وإن شاء الله المزيد من الانتصارات. فعلا يا كريم أداء هايل جدا، روح قتالية شفناها كلنا في الملعب. أنا بتفرج على الماتش كان كمان في حماس كبير كل دقيقة وكل هدف كده كنا ملاحظينه امبارح. الأداء كان برضو نرجع نقول مميز، سواء تعادلنا أو فزنا أو واتيفر النتيجة كانت إيه مهما كانت. أنا بقول لحضراتكم كلنا عارفين إن الأداء كان متميز، وده كنا شايفينه من خلال يعني رؤيتنا للمباراة. نقدر نقول كمان إن
مصر بتنافس بقوة في بطولة العالم لكرة اليد. يمكن ناس كتير ما كانتش متوقعة ده، لكن برضو أرض الواقع هي اللي بتثبت هذا الكلام. لاعبي المنتخب المصري الجهاز الفني قدموا أداء متميز جدا خلال المباراة. بنقول مبروك مرة تانية لمنتخبنا التأهل لدور الثمانية بالبطولة، ومبروك كمان لرجل المباراة امبارح بإجماع يعني كل اللي كانوا النقاد واللي كانوا بيتفرجوا، يحيى خالد اللي حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر وسلوفينيا، كان متألق وسجل زي ما احنا تابعنا 6 أهداف في المباراة. طبعا الجماهير امبارح في كل مكان كانوا بيشجعوا المنتخب، وكانوا كلهم حماس وإصرار على مواصلة منتخب مصر التفوق في المباريات الجاية، طبعا يعني لا سيما مع تألقهم في كل المباريات السابقة واللي شفنا منها نموذج يعني في من أو من خلال مباراة الأمس. عايز أقول كمان إن سقف الطموحات بالتالي لدى الجماهير بأن هم يعني يشهدوا تحقيق إنجاز غير مسبوق، يعني فعلا واصل إلى أقصى الدرجات، خصوصا وإن البطولة بتقام على أرض مصر.